ارحب يلا حيا. اي من ربعك صحية؟ لا هو قال لي قال بيجي يعني. اي صح المعلومات شوي بس هو تعبان فعلا. الله يبقيكم يا شباب، شو اموركم؟ شوف واضح انهم ما سولفوا مع بعض يا رجال، لان القلوب هي اللي قاعد تسولف يعني ما يحتاج. عجوا علينا يا شباب، ترى معنا الدكتور عبد الله العسكر. اي والله بس انه جاي من الخارج وان شاء الله انه على وشك وصول، فقلت ادخل اسولف معكم شوي. وحنا يا اخواني كذا باختصار قبل حتى ما ارحب الجمهور، لان ان شاء الله نمون عليه ومنه وفينا. تمام، اليوم يا اخواني تراه يومنا، اليوم يومنا، اليوم نبي الوقف كذا انتقاله قويه. ليش؟ الحمد لله الله مغني الناس جميعا كلا بحسب حاله. الرواتب نزلت امس من الليل والناس مستانسه ومسفهله، وعسى ربي يزيدهم ويبارك لهم. فحنا اليوم إن شاء الله ليلتنا مختلفة ويومنا إن شاء الله مختلف بحضوركم وجمال إن شاء الله اللي بتقولونه وتسعدونا فيه، وبجمال شيخنا اللي بيكون معنا إن شاء الله بعد شوي الدكتور عبد الله العسكر. بجمال مقدم الفقر. يا لب عينك، يلا عطنا وش بتقول، غرد يا عايض. يلا الله يحييك، وكل ما جيت مع الباب ذا احنا نبتهج سرورا لقدومك. اي والله يا جعلنا فداك سماهم في وجوههم. الله يسعد قلبك، انا واحد منكم والله، ويجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم. امين امين. اي شيء فيه تقديم عون ومساعده لاي شخص طبيعي ان الانسان وده يبادر ويشارك ويدخل السرور على اخوه المسلم. صحيح، باذن الله ان يكون لنا يد ويد طوله باذن واحد احد. كفو على هذا الامر. كفو والله، كفو جميعا. شوفوا يا اخواني اليوم اللي اتمناه وقولوا تم باذن الله. كن اللي قالوا تم ها قليلين. كفو، بيض الله وجيهكم. ارحب يا وليد. يا اخواني تكفون، اليوم نبغى الكل حاضر بعقله وقلبه. صدقوني ترى هذه ليلتكم اليوم، الليله انا على يقين انها تبي تفرق مع 5300 شخص، انا متاكد. والله يا سعود انك رايح فيها، ما ادري هو الايمان نازل ومركز ولا النعس ولا ايش. لا والله قبل شيء طلعت انا والبرد اكلني والله، بس الحمد لله. والله شوف قاعد من العصر اشغلهم واقول لهم يارا نبغى جلسه خارجيه. يوم جيت قلت تكفى ما ابغى فروه كوني داخل، وقال لي الشيخ جيب معك فروه، وانا نسيت الفروه. ارحب. هلا ما شاء الله عليك. لا معذرك والله، اليوم يومكم، اسف لو غير اليوم ذا ابشر. خلاص ما في مشكله، هذاك بينتظر ما عليك. هل في احد عنده اصلا؟ والله اشوفه واجي بسرعه. تكفى واللي هناك خلهم يجون، اليوم ما احنا بعادلين احد. سم انت تقول نسيت الفروه. لا لا انا اقول لك لو قعدنا برا. لا والله الحين محتر. والله صحيح؟ اي والله انا قصدي كنت ابي برا. يا ما العافيه. بس شفت الجو والله مره ما توقعت. هوا هوا بارد بارد حيل في العظم يا رجل. اي والله. واضح يا شباب الطلبه، قولوا تم. تم اليوم ابغى الكل مصحصح بالأكثر. تكفون يا شباب، مو بعشاني، عشان 5300 شخص اليوم ترى مأملين بعد الله عليكم. والله يا اخواني ترى هالليالي انا اعرف انها تفرق عن تجربه، لكن متى يا اخواني متى ما احسننا النيه تبي تحسن العطيه. خذوها قاعده، متى ما احسننا النيه تحسن ايش؟ العطيه. وأنتم اللي تتابعونا الله يحييكم ألف يا مرحبا ومسهلا فيكم، لكم عندي سلام من فؤادي، كما المزني يسقي كل وادي، سلام لو رآه الناس يزهو لمد نحوه كل الأيادي، ولكني أخص به أناسا هم الأقمار من بين العباد. إي والله أنكم أقمار وأنكم نجوم متلألئة، تتابعونا وتسعدونا وتمتعونا بمشاركاتكم. اليوم خلكم معنا على الهاشتاج حاضرين في البزنس كم؟ والله يا انتم منتم سلام. ارحب ارحب يلا حي. 21 ها اخر كلام. 22 من يزود؟ 21 اليوم. 21 يا سلام. 21 اللي قالوا 15 16 ايش وضعكم اليوم؟ 21 21 نعم اخذتها منهم وقلتها. كفو يا خالد. لا عندي فقره اليوم. كان عندي فقره اليوم. اي شفتها. ايش رايك؟ خطير والله المبادره قصدك. جميل والله. ايش رايك؟ ما يحتاج تتوقع شيء تقدمه مو بزين يا اخي. حرشتني يا حبيبي. اليوم 21 الحبايب صح صح ولا اثنين؟ 21 15 هذه تبي تقولها ان شاء الله ابراهيم الجاي. فانتبهوا تكفون يا شباب، المفروض انتم اللي تعدون الليالي مو بحنا، انتم اللي هنا محبوسين. ولا اللي عنده لبل دائما معكم؟
اي والله اعوذ بالله من الشيطان. طيب يا شباب الجمهور العظيم الكريم اليوم خلكم حاضرين معنا تحملونا. اليوم هي الوقفات اللي بتسمعونها من الدكتور عبد الله العسكر، ترى يا اخواني هي من القلب الى القلب، هي اليوم رساله لنا جميعا، رساله في التعاون، رساله في التكاتف، رساله في التآلف، رساله في المحبه، رساله في الالفه، رساله في العطاء، رساله في البذل، رساله في الانفاق، رساله لكل من اعطاه الله المال، رساله لكل من اعطاه الله الصحه، رساله لكل من اعطاه الله الذريه، رساله لكل من اعطاه الله تمام القوه، رساله لكل شخص عنده مريض، رساله لكل شخص يعاني من ديون، رساله لكل شخص مهموم، رساله لكل شخص ما تزوج يتمنى الزواج ولا يقدر عليه، رساله لكل شخص يتمنى الذريه ولا رزقها الله، رساله لكل شخص اليوم ما يدري وين يروح، يشوف ان الابواب مقفله بوجهه. اليوم ترى الرسائل كلها لك. والله العظيم يا اخواني واخواتي اللي يتابعونا ولا يهون الحاضرين، اقسم بالله انه اعظم سبب في تفريج الهم والغم والكرب ان الانسان يقدم شيء من ماله. اليوم يا اخواني لو كل واحد فقط خلى عندي كذا قاعده في حياته، واحده من ثنتين،